هذا العمود. يعني أنا أتوقع أنه هذا ينحكم مؤبد. ينحكم مؤبد ويطلع قدام العالم ويعترف بجريمته قدام العالم، وتعترف أمريكا بجريمتها قدام العالم حتى تحسس العالم أنه هي ديمقراطية وهي محكمة عادلة. والله هي مهزلة من مهازل القضاء الأمريكي. يعني يعني يقتل 24 نفس ويحاكموا بثلاث أشهر فقط. إننا نستغرب من هكذا أحكام تصدر بحق قتل 24 شخص وخصوصا هذا المتهم المدعو فرانك. نحن نطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأن تظهر للعالم وأن تظهر للشعب العراقي بأن هذه المحاكمة عادلة، لكننا مع الأسف الشديد أصبنا بخيبة أمل كبيرة. سأقوم بالاتصال بمحامي هذه العوائل في أمريكا وأستوضح الموضوع جملة وتفصيلا.